أكد رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا أن القرار النهائي بشأن إقامة أولمبياد طوكيو 2020 لا يقتصر فقط على اليابان، بل سيعتمد أيضا على اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة. وجاءت تصريحات سوجا ردا على سؤاله في لجنة برلمانية حول المعايير التي تتناولها حكومته للمضي قدما في تنظيم الألعاب المقرر إقامتها الصيف المقبل في طوكيو، وسط قلق متزايد بشأن كيفية إقامة هذا الحدث الرياضي الضخم في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا. وتأتي هذه التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الياباني بشأن طوكيو 2020 قبل انعقاد اجتماع للجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ. ومن المتوقع أن تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية رسالتها المؤيدة لإقامة الألعاب في طوكيو هذا الصيف كما هو مخطط لها، بعد المعلومات التي أشارت الأسبوع الماضي إلى قرار مزعوم من الحكومة اليابانية بشأن إلغاء الحدث الرياضي.